الصباح انا راني نعس في ذاك المكان، نعس تما والبنيه نعسه تما. يعني انا مشيت للخدمه كنجي في العشيه كنلقى داكشي مهود، فهمتي؟ كنجي كنلقى داكشي مهود ومهود لينا على راسنا قد قد، يعني كون كنا مازال ناعسين يعني حنا غنتعطبوا. ولكن تقول كله مشى للدريه الصغيره، الدريه الصغيره هي اللي طاح لها كل شيء فوق الخديه فوق راسها، ما كانتش تعيش. ومني جاوا الناس شافوا قال لك صلح، واعطيني شي خبير بعدا واش الدار مزيانه ولا لا، عاد نشوف واش نصلح ولا ما نصلح. فهمتي؟ ما يمكنش غنصلح، واحد الانسان غيقول لك صلح هو ما شاف والو، كيفاش غنصلح؟ المطالب ديالنا بنادم يتدخل ويشوف هادشي، ماشي اننا غنبقاو بحقك بحال الناس ديال الحي محمدي مساكن، تاك شي جبدوه شي ما جبدوش. وبنادم كاين اللي ما وقعت ليه شي حاجه وتالم في هذيك الحالات، واش حنا بحقك؟ وانا كون طاح لي داكشي على بنتي بحقك غنبقى مالم طول الحياه ديالي، فهمتي ولا لا؟ انا ما عنديش شي حاجه ولا شي ملك من غير هذيك البنيه، هذيك هي كل شيء عندي انا، ما كتهمني حتى شي حاجه كاع. فهمتي؟ لو كون طاح داكشي ونعس والله ما تعيش بالله. انما علاش هذاك الحجر هود بالحديد ديالو ما تقدش تهز بيد واحده، راه انت شتي كل شيء. واش الداله هابطه بالحديد ديالو كيقول لك صلح، اش غنصلح؟ شوفوا هذا الشيء، الدار دابا طاحت السفليه وانا فوق منها، وانا مريضه داير جوج عمليات على القلب، وراجلي فيه الضيقه داير ثلاثه الروابز. ودابا سيدي طاحت هنا الدار، البارح جاوا صحاب المقاطعه صوروا داك الشيء شافوه، قالنا غدا جيو عند القيد، مشينا عند القيد، قال لك القيد صلحوا. كيفاش حنا غنصلحوا؟ واش عارفين الدار باقا صالحه ولا ما صالحاش؟ ودابا سيدي ما عندناش حنا فين نمشيو، وهاد الجيرانيه اللي تحت البحشه كانت غتموت لهم البنيه، والبارح مساكن جاوا لقاو داك الشيء طايح فوق الناموسيه. انا سيدي مش داك الشيء، انا دابا طالع عليا السكر 4 الغرامات، تخلعت شتا داكشي اللي وقع، ديك الدريريه بحال ماتت، دابا بحال ماتت، حسبناها ماتت على داكشي اللي شنا. ودابا سيدي شوفوا من حالنا، حنا ما عندناش، وقع لنا هذا المشكل والشتا والبرد دابا، وراجلي انا خدام في المرسى تيخدم تيجر، اجرار في المرسى، ما عندنا حتى شي حاجه ما عندنا باش غنكون. وهذا الراجل مسكين تا هو كاري وخدام مسكين تيسبغ على الناس وما عندوش، ومرته مسكينه خدامه في معمل. ودابا شوفوا من حالنا، حنا في سيدي عثمان المخزن يداخل لينا ويدير لينا شي حل. الله يرحم الوالدين، وعاش الملك وعاش الملك وعاش الملك. ومشينا دابا القيد قالنا صلحوا، حنا ما عندناش باش نصلحوا، وما عندناش فين غنمشيو، وما عندناش فين غنبركو. ودابا ديروا لنا حل، الله يرحم الوالدين وعاش الملك. كما كتشفتي يا خويا الدار، نقولوا الحمد لله على هادشي اللي داز، نقولوا الحمد لله مادام ما كاينش شي اصابات بشريه ولا شي حاجه، الحمد لله. اللي بغيت نقول اخويا ميساج واحد، هو ان الله يجزي بخير بنادم ياخذ الحيطه والحذر ديالو، وفي نفس الوقت السلطات راك عارفين هاد كورونا هادي، راه الناس اللي عايشين في الهوت دي هوت كونديسيون راه كيعانيو، شركات كبرى وكيعانيو، هادو راه الناس طبقه عاديه، راه عندهم تما معاناه ديالهم خاصه مع هاد الجائحه هادي. عاد غايجي بنادم من كيوصل لهاد المراحل هادو وكيسمع عاوتاني سير تصلح سير تصلح، وهي ديجا قبل ما كانتش شي علامه ديال بان اللي غادي ديال راه غادي تطيح ولا راه الى السقوط ولا شي حاجه اللي غادي ديال فئه طونسيون. دابا كيقول لهم القائد ولا السلطه كيقول لهم سير سيروا صلحوا، الا مشاو يصلحوا عاود طيح عاوتاني، نوليو فاجعه اخرى بحال الفاجعه ديال الحي محمدي ولا الفاجعه ديال الحي السدري. ودابا مازال الامطار الخارجيه لقدام، ما الصراحه حنا بغينا ما كنطالبوا حتى شي واحد، غير دابا السيد ما عنده فين يمشي، هاد الناس ما عندهم فين يمشيو، مفروض عليهم يبقاو هنايا حتى يموتوا هنايا، هادشي كنظن امبوسيبل، هادشي اللي كاين.